تفضل البرامج التدريبية عن بعد، مركز سما القدرات يقدم لك ذلك. هو يقدم برامج تدريبية متميزة، ولعل من أهم برامجها إعداد المدربين. في هذا البرنامج التدريبي استعرف على الكثير من البرامج والتطبيقات لتقديم العروض والأنشطة التدريبية. ولعل أهم ما يميز هذه الدورة أنها من مركز سما القدرات ومعتمدة من المؤسسة العامة للتعليم والتدريب التقني. في هذه الدورة نستعرف على إعدادات المدرب ومهارات القمة 21 والقاعات الافتراضية وتصميم العروض والأنشطة. ولعلها تحتوي هذه الدورة على 6 وحدات. من أهم ما يميز هذه الدورة أنها 5 أيام و30 ساعة تدريبية. والمدرب لدينا هو المدرب الذي يكتسب المهارة من خلال مقارنة أعماله بالآخرين وممارسة العمل بنفسه. وسنتعرف على جميع القاعات الافتراضية وأهم خصائصها ومميزاتها. ولعل هذا التطبيق يهتم أو البرنامج يهتم بالباوربوينت وكلاس بوينت والقاعة الافتراضية زوم. وستعرض أمامنا المناشط من خلال أدوات القاعة الافتراضية وشيتات الأنشطة التدريبية. وسنتعرف أيضا على الحقيبة التدريبية وخطوات تصميمها من خلال آلية فريدة تعطينا فقرات العناصر، ثم نحولها لأهداف، ثم إلى تصميم نموذجي باستخدام آلية الإنفوغرافيك، ثم نقوم بتصميم الأنشطة التدريبية والتي ستقوم بأحدث التطبيقات المسلية والمثيرة للمتدربين حتى نوجد تدريبا ماتعا ومفيدا. أيضا سنقيم الدورة من خلال تطبيقات جوجل فورمز والجوجل والمايكروسوفت فورمز. وبهذا تكون الدورة انتهت. شكرا.